يلا بينا نسجل مقادير الصفيحة بتاعت الجبنة. هناخد فيها 3 كوبايات دقيق، ننخله مرتين، ننخله مرة ونرجع ننخله مرة، يعني نغربله كويس. كمان عندنا 3 معالق كبيرة من اللبن البودرة، عندي معلقة كبيرة من السكر، معلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر، عندنا كمان نص معلقة صغيرة ملح، 3 معالق كبيرة زيت ذرة، وكوباية ونص مية فترة. حلو كده. عندي شوية دقيق للفرد، عندي الحشوة. بصوا بقى، أنا هنا حاطة أو عاملة جبنة، نوع الجبنة إيه؟ عكاوي. العكاوي بالذات بيبقى حادق جدا 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 فوق ما تتخيلوا. فأنا هنا عندي بنجيبه قطع، أنا هنا بشراه بس ما بشروش في الأول، بحطه في مية باردة، مية من الحنفية، أنقعه ليلة كاملة. يفضل إن كل ساعتين تتغير المية بتاعتها، تترمي المية وترجع مية تاني جديدة عشان الحدقان بتاعه يروح. لو سبنا المية مرة واحدة ما غيرناهاش هتفضل حادقة معانا كأنك يا أبو زيد ما غزيت. كمان عندنا سمنة أو زبدة أو زيت، عندي زعتر وعندي بيض، بس كده لا أقل ولا أكتر. حشوة لطيفة كده، ممكن تعملوا أنتوا الحشوة اللي أنتوا عايزينها، دخلوا لحوم ما تدخلوش لحوم، غيروا نوع الجبنة، حطوا موتزاريلا، تشيدر، فلامانك، جبنة رومي، شيلوا الزعتر حطوا سمسم، شيلوا السمسم حطوا حبة البركة، يعني أنتوا براحتكم خالص عيشوا. عايزين تشيلوا البيض كمان شيلوها براحتكم خالص. نيجي بقى للعجينة بتاعتنا. أول حاجة نعجنها عشان نسيبها ترتاح معانا ونكمل الصفيحة. الصفيحة بترتاح العجينة بعد ما بنعجنها مدة قد إيه؟ مدة نص ساعة بس كده، 30 دقيقة. بعد ال 30 دقيقة بنعمل إيه؟ بصوا بقى، بناخدها بنشكلها بنشكلها شكل الصفيحة وبنحشيها. بس بنعمل إيه بقى بعديها كمان؟ ندخلها الفرن على درجة حرارة 250. في النص ما بنشغلش عليها الشواية واللي تحت، لا، لو مروحة بنشغل المروحة على طول زي ما أنا هعملها. خليني أشتغل فيها من دلوقتي. نشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 250، أنا شغلته مروحة. أنتوا ممكن تشغلوا لو عندكم نار بس أو غاز، يعني بيشتغل الشواية لوحدها وتحت لوحدها. نشغل تحت الاول بس نحطه في الطبقه اللي في النص. تعالوا بينا، حطينا الدقيق، نحط السكر، نحط البيكنج باودر اهو، الملح، رشه الملح، واللبن المجفف، والزيت. اهو بعملهم كور واخد الدقيق اهو، دقيق رشه بسيطه بس كده. هسيبهم اغطيهم نص ساعه يرتاحوا معايا تماما. ناخد الحشوه بتاعتنا العكاوي، خصوصا العكاوي بتبقى حلوه جدا، بس العكاوي بنعمل لها ايه؟ بننقعها ليله كامله، كل مده ساعتين او 12 ساعه، كل ساعتين كل اللي انتوا هتعملوه فيها. خليني احط الزعتر بتاعي، احط السمنه، كل اللي انتوا هتعملوه كل ساعتين نغير لها الميه بتاعتها. الميه مش سخنه، لانك لو حطيتي ميه سخنه او حتى دافيه هتعمل معاكي ايه؟ هتسيح لك الجبنه ومش هيبقى الموضوع لطيف خالص. حطي الميه بارده خالص وتعاملي بيها على هذا الاساس. نخلط خلطه بسيطه اهو، ما ترشوش فيها ملح، العكاوي فيها ملحها بزياده. عايزه اقول لكم عجينه تحفه، والحشوة دي أساسا بصوا على قد ما هي بسيطة، بس على قد ما هي عايزة أقول لكم رائعة جدا وتجنن. عندنا العجينة أهي، ألبسها بالدقيق من الناحيتين وابتدي أعملها بالشكل ده أهو. طيب كده عندي تمام جدا. آخد بقى الحشوة بتاعتي، ناخد الحشوة ونقوم جايبينها كده اهو.
بالطريقه دي، طريقه سهله جدا وبسيطه خالص. تحكمي في مقدار الحشوه بتاعتك براحتك خالص زي ما تحبي. بعد ما بعمل الحشوه باجي لها هنا والفها كده تمام، واجي هنا واضغط وابتدي على الحشوه بتاعتي. ما بندهنش الجناب لا بيض ولا اي حاجه خالص، يعني ما تدهنوليش الجناب اي حاجه. انا طبعا هعمل ايه، مش هعمل اي حاجه غير اني هكملهم بالشكل ده.